السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الأخوة الكرام، اليوم الموضوع اللي نتكلم عليه هو طريق الحرير الصيني. الإخوة ما همش مأمنين، يعني هناك ثلاث آراء بين مكذب ومصدق وغير مهتم إطلاقا، لكن نقولوا لهم يا جماعة والله هي كارثة كبيرة، أن بسبب هذا الطريق الصيني للمنطقة كانت هاد الكورونا، وكان هاد الكوفيد 19، والأيام ستبين لكم ما خفي وما خفي أعظم، لأن القوى العظمى مستحيل تسمح للصين أنها تسيطر العالم. واول ارهاصات هاد الحرب اللي رانا نشوفوا فيها، هذه الحرب البيولوجيه الخطيره، يعني هي عمليه كسر عظام بين القوى العظمى. وكانت اوروبا هي المكان تاع هذه الحرب، هذا بالاضافه للجزائر عبر الحراك المفبرك. الحراك هذا مجرد فبركة، لأن الصين تعتبر الجزائر من بين المناطق الاستراتيجية في العالم، هي البوابة تاع أفريقيا، مستحيل تترك هذا لفرنسا. وبكين اللي كي تحافظ على السيطرة على الطريق الحرير أو ما يسمى طريق الحزام، لازم لها قواعد عسكرية لحماية نفسها من هذه البلطجة الأوروبية والأمريكية.